بهذه الصوره بهذا الجبال بهذه الروضه. من عيسى الان ياخذ خانه الظهير الايمن وعلي غلو التي بالفعل تمتع عن جد تمتع، يا لها من متعه. شكرا للفريقين، شكرا يا نجماوي، مبروك سابق عبد الشهيد عبد الامير. من خلال هذا اليوم، من خلال هذا المساء، مع ختام الجوله التسجيل بالجول. اوه صاروخ ارض جو يا الهي. اسدياس البرازيلي، البرازيلي في وايضا مرتبه بشكل اكثر، وربما نتكلم عن نواحي نسبيه بطبيعه الحال لان ما زلنا في بدايه المباراه. ما هذه التصويبة يا سلام، تكلمنا عن المباغتة وهذه هي ما كنا نتكلم عن تصويبة صاروخية صاروخية مرت بجوار القائم. يا سلام والله كانت خطرة. كريم فردان هو اللي شاب لنادي النجمة في صراع بينهم كبير، والكرة الآن في الروق الأيسر إلى رمية التماسي مصلحة نادي النجمة. ضغط كبير جدا هنا. اسباس المحترف البرازيلي عامل شغل كبير اسباس، رغم أنه نعم لاعب خط منتصف ولكن إضافة الهجومية. يتقدم بكرة خطيرة، الله يطولك. وهذه الحقيقة جاكم النجم ويقضي على الآمال الاتحادية. برا لاحظ الرأسية تبديل المراكز مع عبد العزيز خالد. هنا الكرة خطيرة تأتي خطيرة في الروق الأيمن، ممكن جول. هي جول، هي جول. التعادل 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 من اسباس بالطريقة البرازيلية، بالطريقة البرازيلية رأسية. مش معقول يا اسباس، مش معقول. راي نجم النجمة يسطع عاليا في كرة البحرينية، عرضية ممتازة مثالية. واسباس اسباس اسباس ضيع الأولى والثانية في المرمى. يا اسباس ممتازة جدا، يا اسباس رائعة بالراس، رائعة بالإثارة. حتى في ضربات الترجيح إثارتهم ما تتوقف. الدور على النجمة، على الرهيب عن طريق اللاعب البرازيلي يتقدم. الله أستيراس دا سيلفا، عن طريق أستيراس دا سيلفا حطها حلوة بهدوء في زاوية، والحارس راح في زاوية أخرى، وبالتالي النجمة يسجل من الضربة الترجيحية الثالثة بعد أن اما النتيجه هذه حاليا تاهل نادي الملكيه. الكره على اليمين خطيره جدا، ممكن الكره من لمسه اولى خطيره العرضيه. وين وين قله التفاهم في الكره الماضيه، قله التفاهم في الكره الماضيه. كانت الكره جميله ولكن طارت شويه على عبد العزيز خالد. ممتازه كانت من اسباس ولكن طارت. هنا الكره في منتصف الملعب، محاوله المرور، المرور موجود في قتال الكره مع نواف عبد الله، وحكم المباراه يقول في خطا في مكان خطير وكرت اصفر اول. نعم بطبيعه الحال كرت اصفر اول على لاعب، على اللاعب نواف عبد الله. تقدم في احتكاك في شد وفي ايضا تدخل كان استيراس هو مع نواف عبد الله، وايضا يوفر لك الحل في الوقت اللي صعب انك تلقى الحل. الكره الان في الامام، في امكانيه المرور، المرور موجود للعلاج، لتلقي العلاج بطبيعه الحال. الروح الرياضيه دائما قائمه في مباريات. استيراس هو اللاعب المهاري الماضي البرازيلي بلمحات برازيليه بمرور جميل جدا، ولكن في خطا، في خطا في تدخل عفوا. الحكم ما اشر، لاحظ اللمسه الرائعه. يا سلام، وبعد ذلك استيراس التغطيه تبعد، لا زالت خطيره. النجمه يرسل كره من علي عاشور واصل لباقر هذه المره بيتسديدها، اولها الى ركنيه. لاحظ استلمها بشكل سليم، بعد ذلك التسديده جاءت بعيده. راح يقامر العوب الكره خطره هذه البرازيلي في الجول. الله ركنيه الان لعبد الرحيم، يحاول الكره على الامام من المتقدم كوميل. خلينا نتحدث عن هذه الفترة اللي لم يهدأ فيها بيت المنامة، يعني أيضا بوجود اليوم سانتوس راح يكون يوم الخميس القادم أيضا اللاعب الجناح. شوف معاي هنا كرة إلى أوتشي، الهدف الأول. بيدرو، الكرة مقطوعة في المنتصف. إدراس يحول الكرة، ما
مرة ثانية بلمسة هاني البدراني وسريع علي مصلحة النجمة داخل منطقة. تفقد الكرة بهذه السهولة تتيح الفرص للفريق الخصم بأن يبني الفرص يعني يهدد أكثر يهجم أكثر. محمد حبيب في وسط الملعب لأصدراس نقل الكرة بشكل رائع ليوشيه يتركها هناك كرة توصل محمد بالدولي سيد مهدي أبعد الكرة بشكل ممتاز الكرة تحول في الجانب الأيسر الآن أوتشيه من جانب المالكية اللي يمتلك 24 نقطة يبحث عن نتيجة ربما حسين جميل وعلي حسن سعيد وحسين القصاب وإضافة إلى تواجد الخبير حسين علي بيل أزدراس يتحصل على خطأ لمصلحة النجمة النجمة الآن نجمة النجمة تسطع في السماء سهوان يهديها لسيدي راس بشكل رائع لمحمد كرة في منتصف الميدان للاعب البرازيلي أول وصلت للأمام لم نشاهد أي تغيير حتى الآن في تشكيلة الفريقين ملعوب الكرة يتابعها هو شوط أول لكن هناك شوط فاصل هو شوط ثاني لو شل هذا اللقاء الكرة تتحول الآن إستراس يحول الكرة إلى هو أيضا أبدع مع المحرق وأبدع مع عدة أندية شارك معها على الصعيد المحلي وعلى مرة ثانية إستراس سيلفا لي 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 خط الدفاع للمناطق الخلفية لمصلحة النجمة الرأسية إستراس لعبد العزيز أول لمسة لهذا اللاعب عبد أوتشي هي اللي نشوف فيها المالكية حامل اللقب كرة على مهدي طرانة مقطوعة سيدي راس سيدي يحول كرة أمامية علي مدن في منتصف الملعب إلى كريمي ممكن يتقدم ممكن يمرر متابعة حق تصل إلى كريمي يتقدم فيها مقطوعة الكرة يا سلام مع فريق النجمة بداية تجبل الآن لا حذر من جانب المحرق اللي يهاجم منذ البداية في بداية الشوط الأول من هذه المباراة كرة تتحول اندفاع كبير من جانب المحرق في بداية الشوط الأول من هذه التقدم في النتيجة مع إبراهيم أحمد حبيب لاعب الرهيب مرة أخرى بيترو الكرة من اللاعب فورتشن بيلعب الكرة راح تحلو المباراة صالح النجمة لكن التعادل راح يكون خاسر من خلال هذه المواجهة هذه المرة من أمام أحمد عبد الله إلى منتصف أرضية الملعب لاحظ الأخطاء تتكرر من جانب الفريقين نقلات جميلة شبابية فيها انسجام واضح وكبير وهي كرة الآن لأيمن عبد الأمير حاد مهني عبد الجبار لاحظ عيسى هي الفرصة القائمة للمحرق عيسى موسى الآن في الطرف الأيمن من أمام أربعة من المدافع سانتوس يرد الآن نشوف محاولة لسانتوس درب كذا بأن يرفع على النقالة للمرة الثانية يمرر لكرة العصفور ينتظر الزميل بينما كثيرة في هذه المباراة من جانب الفريقين الكرة تتحول وحقق هذه البطولة خمس مرات سابقة خمس مرات سابقة يعني النجمة فايف ستار يا عزيزي وهذا رقم خمسة هو صاحب القميص رقم تسعة محمد الرميحي والتخليص الآن مع الثاني خلف فريق المحرق المصدر بشكل مؤقت حتى هذه المباراة نجمة وبالتالي من الطبيعي أن تفرض عليه رقاب لكن راقبه أوتشي للاتحاد فرصة ثمينة للاتي ضاعت الفرصة ضاعت الفرصة للاتحاد مرة ثانية داخل المنطقة خطيرة لا زالت المحاولة داخل منطقة يا سلام محاولة خطيرة لمهدي مهاراته يتقدم كرة ومحاولة الآن مشاهد عزيزي المتابع شوف معي الكرة اللي كانت حاضرة هنا داخل للمنامة هذه المرة الخطورة وصلت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة لكأس الملك وهذه كرة خطيرة محمد صلاح اللي تعرض لها شوف هنا الأسيست الرائع والمحاولة اللي كان محترفين وجود لاعبين موقوفين مثل لمصلحة أصحاب الألوان الكحلية في الكرة الأخيرة كرة على الناحية اليسرى محاولة الآن
الطريق إلى الأمام وبلا شك الفوق كل السنوات. كذلك تأتي العرضية عالية لحميدان بشكل رائع، تغطية أيضا من كوبيل يبعد الكرة إلى أحمد عبد أرضية الملعب، مقطوعة الكرة للنادي الأهلي أو هي للانتشار سريع. جمال يبرر، التمريرة خاطئة، تعود مرة ثانية من جانب سين سلمان وبيدرو هندري. قدم يسرى قوية مرت على في أي لحظة نادر رفع، فبالتالي على نادي النجمة أن يحذر في التقدم وترك. أمامية في منتصف أرضية الملعب بشكل سليم من جانب سيلفا. شاشة الفضية عبر قناة البحرين الرياضية الفضية في المباراة نحو منعطف الهدوء، فايزين 1-0 في المنتصف، وكأنما النجمة هو اللي يبحث عن التعديل في الوقت الأخير. كلف الكثير في المنتصف، المحاولة موجودة أمامية لمصلحة الشرقي، كرة ومحاولة مع محمد، الكرة تتحول إلى منتصف أرضية الملعب، النجمة يهاجم، أسد راسي حولها بكرة إلى المنتصف مرة ثانية للنجمة، هذه المرة أسد راسي حول الكرة منصور، مقطوع من منصور، إسراس أحمد عبد الله إسراس. شوف هي 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 كده تيجي النتائج، واليوم حنا موجودين في آخر لقاءات الجولة الثالثة رهيبة، وأسبوع من الأفراح بعد خطف بطولة السوبر في كرة اليد هناك. مرة أخرى تدخل آخر، المحاولة موجودة للنجمة الآن في منتصف أرضية الملعب، الكرة تتحول. النجمة بحاجة إلى تنظيم صفوفه، بحاجة إلى تركيز. صار أحد الفريقين، ذلك يوحي بأن المباراة سيكون من خلاله. تتحول الآن واصل إلى منتصف أرض من علي مدن إلى كوميل العظم بدور. إن استمر بهذه الصورة المميزة لدينا محاولة للنجمة، تمريرة من سالم في البحرين في 2017 إسراس سيلفا، تعود من جديد لمصلحة النجمة مع محمد فارس. النتيجة بهذه النتيجة بهدف للشيء كانت في موسم الفراه، 34 نقطة للمحرق، يحول كرة أمامية سيد محمد، مقطوعة مرة أخرى مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عودة إلى وصلت لأشرف وحيد، وحيداً في مرماه يلعب الكرة عالية ثابتة داخل منطقة الجزاء، مرت سريعة القسمين على اثنين من خلال هذه المواجهة المهمة. في النصف ساعة الأولى الآن اللي مضت من شوط المباراة الأول، كرة تمضي من أمام فاجنر صاحب خبرة كبيرة هنا في لحقت به في المباراة الماضية، أمنياتنا بالسلام. أمامية تتخلص من الدفاعات البيضاء، هي والخبر المفرح للجماهير النجماوية الرهيب محمد الشملان إيريك لويس دوس المتصدر المحرك، كرة تتحول للأمام، الكرة مقطوعة لسهوان. المباراة الأول ونتيجة لقاء الذهاب مستمرة بلا أهداف، حكم اللقاء يعطي الأفضلية للنجمة، إسراس سيلفا يمر من الأول والتخطي من جمال، لكن الخطأ على جمال راشد. والكبيرة وكذلك مباريات منتخب البحرين، كرة في الجهة اليسرى، التغطية حاضرة من يحاول يتقدم في صافرة خطأ للاعب إسراس في وهذه الجولة الثالثة نشوف التقلب في النتائج. نتحدث على المالكية اللي حاول يتابع، وعلى طول التغطية حاضرة، مجهود كبير يبذله هذا اللاعب المحترف البرازيلي إسراس. المباراة الأولى تذهب لمن؟ هذه المباراة الأولى هل تذهب للنجمة؟ لمسة وتمريرة إسراس جن يبحث عن الزميل، محاولة خذوا هذا، التغطية موجودة والخطأ لإسراس. الاتحاد دفاع الشرقي السابق ولعب أيضا مع فريق المحرك، لعب منتخبنا دولي في صافرة في خط ليقلص الفارق أيضا مع فريق المحرك بثلاث نقاط في بقاء الناديين في دوري